السلام عليكم. كانت الدولة المدنية الديمقراطية هي اللافتة العليا لثورة فبراير، من الشعارات إلى الهتافات إلى الجمعة البارزة التي تخللت ساحات الثورة وعرفت باسم جمعة الدولة المدنية الديمقراطية وصولا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. هاجس وحلم تجلى في مضمون خطاب ورؤى ثوار فبراير. لقد حضرت الدولة في مجمل الخطابات كغاية للثورة، وما من ثورة في العالم إلا غايتها الدولة الحديثة التي تنحاز إلى المساواة الاجتماعية والمصالح الاجتماعية للشعب. ما أكدته شواهد النظام السابق تكشف عن إشكالية جوهرية تتمثل في غياب الفصل بين السلطة والدولة وتحويل الدولة من مصلحة شعبية إلى مصلحة سلطوية. الدولة باعتبارها دولة الشعب، والجمهورية باعتبارها جمهورية الشعب، والحق باعتباره حق الشعب بحسب تعبير الشهيد الزبيري. في تاريخ التحولات من الثورة إلى الدولة تمر الشعوب بمخاضات كبيرة وعسيرة، فأين نحن اليوم من الدولة المدنية الحديثة ونحن نقف على عتبات استعادة الدولة من براثن الانقلاب؟ وكيف يمكن قراءة خطوط مستقبلنا من خلال توجه الدستور الذي انقلب عليه تحالف الثورة المضادة؟ تمضي ثورتنا في سياقها عبر المسارات التاريخية من الثورة إلى الدولة. مشاهدينا الكرام، هذا ما سنناقشه في المساء اليمني مع ضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ عبد الغني الماوري، امين عام مجلس شباب الثوره. مساء الخير استاذ عبد الغني. اهلا وسهلا. اهلا بك. وسينضم معه اخر عبر الهاتف. اسمح لنا بدايه استاذ عبد الغني قبل ان نبدا حوارنا في هذه الليله ان نذهب لمشاهده هذا التقرير. لم تكن غائبه عن شباب فبراير عندما خرجوا الى الساحات صوره اليمن الجديد. رسموها في اذهانهم وعمدوها بدمائهم، أعلنوها منذ الوهلة الأولى دولة مدنية على أساس المواطنة المتساوية. فبعد إسقاط الرئيس المخلوع صالح كان ثوار فبراير على موعد مع التحول من الثورة إلى الدولة، فكان الرئيس هادي وحكومة الوفاق ثم هيكلة الجيش، رغم ما شابه هذه التحولات من أخطاء أو عجز تخلل أداء هادي والنخبة السياسية حينها. مؤتمر الحوار الوطني شكل حجر الأساس لمشروع الدولة المدنية التي طالبت بها ثورة فبراير، فقد وضعت مخرجاته الخطوط العريضة والتفصيلية لليمن الجديد مرسية مداميك الدولة الديمقراطية الحديثة. مدعوون لأن نكون في مقدمة الجبهات. هذه حربنا، هذه عقيدتنا، هذه بلادنا، ولن يمر إلا إذا كنا جثثا هامدة. هذا آخر كلام لدينا. بعد الانقلاب على الدولة انطلق ثوار فبراير ليسندوا بأقلامهم وبنادقهم آخر أسوار الدولة المتهادية وانخرطوا في مشروع مقاومة الانقلاب. يرى الكثيرون بأن أداء الدولة في المناطق المحررة لم يكن بحجم تضحيات من دافعوا عنها، فلا تزال ثقافة نظام المخلوع تسيطر على تفاصيل المشهد من نهب المال العام إلى التعيينات القائمة على المحسوبية، وكل مظاهر فساد ما قبل فبراير لا تزال طاغية على الكثير من أداء السلطة التنفيذية. العديد من ثوار فبراير يقولون إن الأولوية اليوم هي لمحاربة الانقلابيين الذين يسيطرون على عدد من المحافظات ومؤسسات الدولة، وأن مرحلة الرقابة الفعالة وفضح الفاسدين والمستغلين للوظيفة العامة ستتركز بشكل مكثف بعد سقوط الانقلاب واستقرار الدولة الاتحادية. يترسخ اعتقاد أصيل في وعي اليمنيين أن نظام الأقاليم الذي أقره مؤتمر الحوار سيسد الكثير من الفراغات التي كان يتمدد فيها الفساد، ويؤسس لآلية رقابة شفافة وفقا لمبادئ الحكم الرشيد، ويثبت لبنات الدولة الديمقراطية الحديثة. تواجه مهمة الانتقال من الثورة إلى الدولة عقبات كبيرة أصعبها الانقلاب على الدولة، والأهم من ذلك يحتاج اليمنيون أن يبنوا سدا منيعا بين المرحلة المقبلة وبين ثقافة النظام السابق التي تنظر للدولة كفيد وفرصة نهب ليس أكثر. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش فبراير من الثورة إلى الدولة. أجدد ترحيبي بك أستاذ عبد الغني. أستاذ عبد الغني، ونحن نتحدث عن ثورة فبراير التي أرادت لليمن واليمنيين الوصول إلى الدولة، كيف يمكن الحديث بشكل إجمالي عن غاية الثورات بمجملها هي الدولة؟ نعم، هو بطبيعة الحال كل ثورة لابد أن تنتهي لبناء الدولة. نعم. هذا حتى ما يقرره الفلاسفة وعلماء السياسة. لأجيب على هذا السؤال سأضع تساؤل بسيط وأقول: لماذا لا تقوم ثورة مثلا في ألمانيا، في فرنسا، في أمريكا الآن؟
لأن الدولة موجودة بسماتها الأصلية بخصائصها، النظام السياسي يقوم بواجباته نحو المواطنين. تقوم الثورات عندما لا يستطيع النظام السياسي أن يقوم بواجباته نحو المواطنين، وعندما يصل المشهد السياسي إلى الانسداد. هذا من جهة. من جهة ثانية، عندما تنهار خصائص الدولة وسماتها. على سبيل المثال، الدولة من سماتها الأصلية أنها تمارس السيادة، وهي سيادة مطلقة لا مقيدة. وكان توماس هوبز يقول الدولة تنين، وحش عملاق لا يستطيع أحد أن يقف أمامها. عندما يحصل، وهذا حصل في اليمن، عندما يحصل أن هذه الدولة لا تستطيع أن تمارس السيادة، فإن هناك مشكلة في هذه الدولة وخلل. الأمر الثاني من سمات الدولة مثلا أنها تستخدم، أو أنها الوحيدة التي تستخدم العنف المشروع، وأنه لا أحد ينازعها في هذا الأمر. فإذا وجد جماعة أو ناس آخرين يمارسوا هذا العنف وينازعون فيها الدولة، فإن أحد دعائم الدولة ينهار. عندما يكون لدينا شيء اسمه من سمات الدولة مثلا أنه تستطيع أن تحدد من هم المواطنين، من هم مواطنيها، عندما تنهار هذه السمة من سماتها فإن هذه الدولة تنهار. عندئذ المواطنون عندما يشاهدون أن هذا النظام السياسي وصل إلى أفق مسدود، وأنه لا يستطيع أن ينتج لا حلول سياسية ولا حلول اقتصادية، ولا يستطيع أن يستوعب الناس، وعندما يرى أن دولته تفقد خصائصها وسماتها الأساسية، فإنه يهب لماذا؟ للثورة، يهب لإصلاح هذا الأمر. فالثورة غايتها أن تعيد السمات الأساسية للدولة، أن تجعل الدولة لها سيادة، أن تجعل مؤسسة الدولة ذات عمومية ومعترف، أن تكون قراراتها ملزمة. وبالتالي إحنا كنا نعرف أن الدولة كانت تصدر قوانين ولا تنفذ. نعم. وبالتالي فهذه كانت من أعمدة الدولة أو سماتها الأساسية التي كانت تنهار. إذن الثورة جاءت لتعيد الدولة إلى نصابها وإلى أعمالها وإلى سماتها، وعادت أيضا لتعاقب هذا النظام الذي لم يقم بواجباته نحوها. نعم. هذا بخصوص. طيب يعني كيف يمكن أن تعيد الثورات هذه السمات التي ربما تخلخلت ولسنوات طويلة؟ يعني مثلا يعني اليمن وهي مثالنا الأهم، 33 سنة طمست ربما سمات الدولة التي تحدثت عنها، وكرست مفاهيم أخرى يعني لا تموت للدولة بصلة. كيف يمكن إعادة هذه السمات من خلال الثورات؟ المسألة بسيطة جدا. الدولة تأتي لبناء المؤسسات من جديد. عندما نبني المؤسسات بطريقة واضحة فإننا نبني الدولة، لأن المؤسسات هي المعبرة عن الدولة. المؤسسات يعني مؤسسات الدولة هي التي تنتج لنا في الأخير دولة ناجحة. عندما يكون لديك جيش محترف، قضاء عادل، مجالس نيابية محترمة، عندما يكون لك جهاز حكومي ويحاسبه الشعب يقوم بما يجب أن يقوم، فإننا نصل إلى هذه الدولة. لا يجب أن نستغرق في فكرة ما هي، كأن الدولة هذه شيء هلامي غير موجود. لا، ببساطة شديدة عشان ما يتعبون الناس، نذهب إلى بناء المؤسسات. عندما ننتج مؤسساتنا النزيهة والشفافة والعادلة والقوية، فإننا في الأخير نكون قد أنجزنا الدولة. نعم. طيب أستاذ عبد الغني، يعني الدولة هناك نقطة مهمة. نعم. يجب أن يترافق هذا الأمر مع بناء فلسفة للدولة وللشعب، وهذه مسألة وعي مهمة. أيضا يعني لابد أن يشار الوعي. كل مجتمع لا يوجد فيه فلسفة واضحة يصبح عرضة للخداع. طيب يعني الدولة كلافتة عليا لثورات وثوار فبراير، حضور مبكر ربما لفكرة الدولة في أوساط الشباب، هل يمكن أن نعيده لنضج سياسي مبكر؟ صحيح، لكن أيضا الناس البسطاء كانوا دائما يقولوا في الشارع ما فيش عندنا دولة، ما فيش دولة. حتى يعني أنها كانت أشبه بالنكتة، الشعب يريد إسقاط النظام، يضحكون يعني هل كان هناك نظام أصلا؟ الناس البسطاء كانوا عندما يقولون ما فيش دولة هم كانوا يريدون أن يقولوا ليس هناك قانون، وهذه أحد السمات الأساسية للدولة، أنها تحكم بقانون ودستور. فإذا لم يوجد دستور ولا يوجد قانون فنحن أصبحنا في سياق آخر. نحن كان لدينا نظام لكنه ليس نظاما عقلانيا،
يعني لأنه ببساطة ليس لا يستند على أي سند قانوني أو دستوري. نحن كان عندنا شخص ومجموعة من الأشخاص يحكمون هذه الأرض، وهذه يعني لا علاقة لها لا بالنظام ولا بالقانون. هذا موضوع آخر. نعم، هناك من يطرح أستاذ عبد الغني مشروع الدولة لم يتمكن من الوصول إلى مشروع الثورة عفوا لم يتمكن من الوصول إلى الدولة رغم وصول قوى كبيرة من الثورة إلى الدولة، ولكن يعني الحلم لم يتحقق، لماذا؟ لا لا لا، الإجابة على هذا السؤال مبكر. يعني اسأليني هذا السؤال بعد 20 عاما ببساطة، هذا أقل. يعني لأنه في ناس يقولوا أن الثورة فشلت، وهذا يعني أمر مضحك للغاية. الثورة نجحت، الآن نحن في مسار انتقالي، عملية انتقالية. هذه العملية الانتقالية شابها تعثر. يعني هل أسباب هذا التعثر أنه يعني يقال أن التحول الديمقراطي هو مرحلة انتقالية ما بين نظام سياسي غير ديمقراطي إلى نظام آخر؟ أيوة، وهنا ديمقراطي، وهنا تشوبه وهنا الصعوبة تحصل يعني. وهنا تحصل الثورات المضادة، ويحصل التعثرات، وتحصل الأمور هذه كلها، وتستمر في دول أنجزت التحول الديمقراطي في 5 سنوات، وفي دول 10 سنوات، وفي دول 20 سنة. يعني الفرنسيين لم يصلوا إلى نتائج ثورتهم لبعد 70 عاما مثلا. يعني نحن لا نقول أننا محتاجين إلى 70 عاما، ولكن أقول أن المسألة ليست بهذه البساطة. لأنه لازم إحنا نعرف أنه من المهم أن إحنا ندرك أنه عملية المسار، عملية التحول الديمقراطي لها أبواب، لها مداخل. وغالبا ما تحدث مشكلات بين قوى الثورة وبين قوى الثورة والقوى المضادة، دائما هذه دائما تحصل. طبيعي. لكن البلاد التي تستطيع أن تجتاز هذه المسائل هي يعني الدول. أنا نستطيع اجتيازها، يعني خاصة أن أنت تحدثني عن رقم كبير من السنوات. يعني نحن الآن هناك تراكم معرفي، العالم أصبح أشبه بقرية صغيرة، يعني إيقاع العصر لم يعد يحتمل كل هذه. صحيح صحيح. وأنا قلت لك أنه إحنا لا نقول 70 عاما ولا 50 و40، لكن بحكم التطور التكنولوجي والمعرفي، بحكم اللي حاصل في البلد، الحركة السريعة، بحكم هذه الأشياء، نحن نقول أننا الآن ننجز بإسقاط الإنقلاب أول مراحل بناء الدولة. يعني هذه مسألة في غاية الأهمية، لأنه الإنقلاب هو ما هو الإنقلاب؟ وعلى فكرة هو انقلاب لماذا؟ لأنه استند على جزء من على مكون من مكونات الدولة، اللي هو الجزء اللي هو الجيش. لانه حتى البعض بيقول لك هذا ما هوش انقلاب لان الميليشيا جاءت وصارت. هذا اوكي اذا كانت الميليشيا هي التي قامت بالامر منفرده يعني، لكن وهي مستنده على على شريك فاعل. طيب. من داخل النظام، فهذا الامر يعد انقلابا. يعني هناك من يتفائل بمرحله يعني مرحله الحمدي سنتين ونصف استطعت ان تنقل يعني الحياه الى فعلا الى مرحله دوله، وكانت في بدايه بنائها، رغم يعني لنقول يعني الحمدي ايضا جاء بعد سنوات من الفقر والظلم والقهر والكبت، ربما أسوأ يعني مما كنا نمر به. يعني الآن العالم كما قلت لك منفتح، العالم يستطيع أن يعني اليمنيون أصبحوا أكثر إدراكا، أكثر معرفة، أكثر وعي بالذي يعني على وقدرة على صناعة تحولات ومنجزات حقيقية. لكن يعني هناك من يقول وجدت الإرادة السياسية في تلك الفترة، إذا ما وجدت إرادة سياسية حقيقة قد يعني تصنع المعجزات. صحيح. في سنوات. صحيح. يعني هذا لا يخالف كلامي إطلاقا. إحنا عندما يصل الناس الذين يؤمنون بمشروع الدولة، وهم غالبا الذين يؤمنون بمشروع الثورة، فإنهم سيصنعون الفارق. هذا في حاصل في كل مكان. دعيني أقول لك على حاجة، الدول تنجز أيضا بواسطة الأشخاص الذين يستطيعون أن يقيموا القانون، أن ينفذوا القانون، أن يؤمنوا بعظمة يعني هذا البلد. يعني مرة أنا قرأت كتاب عن جواهر نهرو، كان اسم الكتاب جواهر نهرو اختراع الهند، يعني كانوا اختراع. عندما واحد يطلع على التقدم الذي حصل في سنغافورة، في ماليزيا، وجدوا أشخاص. يعني تعرف في سنغافورة هذه كانت ميناء صغير للصيد. نعم، كثير من الدول التي كانت يعني هناك 5 أشخاص آمنوا أن هذا البلد. صحيح. يمكن أن يحصل على شيء يعني. إذن يعني في نهاية الأمر هناك يقول أنه لا توجد بلدان فقيرة، وإنما يعني لا، اليمن دولة غنية فقر. نعم، بالقادة السياسية. اسمح لنا أستاذ عبد الغني انضم معنا في حوارنا هذا اليوم. صاحبي غمدان اليوسفي من القاهرة، مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا أستاذ نور.
أستاذ غمدان، يعني لو بدأنا بالحديث معك عن مرحلة الثورة، يعني هل هي أولى المراحل الصعبة ربما للوصول إلى الدولة المنشودة؟ بالتأكيد يعني هي ثورة فبراير كانت يعني الخطوة الأولى في محاولة إعادة بناء الدولة. ربما نحن انطلقنا من يعني كانت يعني إذا قسناها بتاريخ الشعوب هي كانت فترة بسيطة في يعني وتم تغيير رأس النظام حينها، وانطلقنا إلى مرحلة يعني الحوار السياسي والذي دخلنا من خلاله ووصلنا إلى مرحلة يعني وثيقة مؤتمر الحوار. أعتقد أنه كانت ربما هناك خطوات مستعجلة لم يتم حسبان يعني لم يتم أخذ الأخذ في الحسبان بقية تفاصيل النظام الموجود، لأنه في النهاية الثورة قامت لتغيير النظام وليس لتغيير شخص أو شخصين أو 10 أشخاص في داخل النظام. وربما تلك العجلة جعلتنا ربما نغفل عن كثير من التفاصيل، خصوصا يعني امتلاك السلاح من قبل بعض الجماعات، وتم تناسي ذلك. انشغلنا كثيرا في مؤتمر الحوار ونسينا السلاح في أيدي الجماعات المسلحة كجماعة الحوثي، والتي ربما بعد ذلك وصلت إلى مرحلة الانقضاض على هدف الهدف الأسمى من ثورة فبراير، وهو هدف الوصول إلى دولة مدنية. في النهاية ربما ما حدث الآن من حرب ويعني خلال العامين الفائتين كان بمثابة محاولة مواصلة ثورة فبراير التي بدأت سلمية، ولكن السلاح ربما أدرك الجميع أنه لا يقضى عليه إلا بالسلاح. يعني في النهاية هذا واقع الأمر، وهذه ربما الحرب هي خطوة باتجاه الدولة المدنية. لا أعتقد أنه يعني كانت الحرب اختيار بقدر ما كانت فرض لواقع يجب أن نغيره. فوصلنا إلى مرحلة الحرب، وكان هذه النتيجة التي وصلنا إليها اليوم. قد تكون تلك العجلة التي يعني أمنينا بها في خلال ثورة فبراير وفرحنا بإنجاز الخطوة الأولى بإبعاد علي صالح من سدة الحكم، أنسانا كثير من تلك التفاصيل، بينما الطرف الآخر هو الطرف ذاته علي عبد الله صالح كان يعني يخطط لإيقاف العجلة نحو أو عجلة السير نحو يعني دولة مدنية تحكمها أسس دولة، لا يحكمها فرد بقدر ما تحكمها أنظمة وقواعد ومؤسسات. واليوم ندفع ربما ثمن استجالنا في تلك المرحلة. يعني أنا أتحدث عن مرحلة طويلة لبناء الدول، خصوصا بعد مرور مئات السنين من الحكم الفردي، من الحكم الاستلالي، من الحكم يعني أتحدث عن نظام اليمن بشكل عام منذ يعني مئات السنين وليس اليوم واحد، وهو ذلك الحكم السائد أنه أسرة تحكم باسم الدين تحكم البلد، وبعد ذلك يعني على مرحلة الوجود التركي أو العثماني، ثم بعد ذلك استلام الحكم أيضا من قبل أسرة سلالية، وبعد ذلك ثورة سبتمبر وإرهاصاتها التي استمرت خلال 40 أو 50 عام لم تستقر فيها الثورة على يعني على أسس حقيقية لبناء دولة. ربما فقط يعني كانت بدأت الفكرة تتحرك يعني في فترة إبراهيم الحمدي، لكن أيضا بقيت يعني القيادات العسكرية هي التي مسيطرة على الحكم في اليمن، ووصلنا إلى مرحلة حكم الفردي إلى مرحلة عبد الصالح. برأيك أستاذ غمدان، نعم، هل كان إرث ألا دولة يعني هو أبرز العوائق التي وقفت في طريق ثورة فبراير؟ أبرز العوائق هو كما أسلفتنا أنه تركنا المجال للسلاح موجود في أيدي جماعة. أيدي الجماعة كان هدفها واضح يبدو من منذ يعني 1900 أو من 2004 منذ انطلاق يعني أول حرب في محافظة صعدة، يعني عرف الهدف منذ تلك المرحلة، ولم نحسب حسابا لهذا الهدف الذي وصلنا إليه اليوم، وهو هدف إعادة حكم السلالة، ويعني بصورة أو بأخرى. يعني نحن نتحدث اليوم إذا يعني جاز لنا التطرق فقط لوزير يعني واحد مثلا وزير التربية والتعليم لا يملك شهادة ثانوية، فتصور الأمر. يعني هذا حكم هذا يؤكد الهدف من وراء إنشاء هذه الجماعة، أنه جماعة فقط يعني لأنه زعيم الجماعة شقيقه هذا الرجل تم توليته وزير للتربية وهو لا يملك شهادة ثانوية. يعني هذه التفاصيل هي اللي تقودنا لمعرفة
يعني أين نقف الآن وأين يجب أن نكون في المستقبل إذا تحدثنا عن ضرورة وجود الدولة؟ احتملنا الآن كل هذه الأوجاع وكل المآسي التي حدثت في الحرب، لكن كل هذه التي حدثت تؤكد كم نحن بحاجة لأن تكون الدولة هي التي تحكم، الدولة بمؤسساتها. لا قيمة للفرد في يعني الذي يفترض أنه لا قيمة للفرد، يعني سواء الفرد الرئيس أو سواء الفرد رئيس الحكومة أو سواء الفرد الوزير أو سواء الفرد المحافظ، كل هذه مجرد مسميات وليس، بينما تبقى المؤسسة هي التي تسود يعني في لحكم البلد. وهذا الذي يحدث الآن هو ثمن، أعتقد أنه ثمن ربما ندفعه للأجيال القادمة. قد لا نلحق نحن هذا الجيل، لا نلحق بالوصول إلى يعني إلى هذه المرحلة، لكن يجب أن تكون هذه دروس للمستقبل، دروس للأجيال القادمة، أنه نحن يجب أن نرسو على مؤسسة الدولة وليس على حكم فرد وليس دعم جماعة أو فصيل أو حزب. نعم. إذا أستاذ غمدان، يعني لو تحدثنا يعني من الثورة إلى التسوية إلى مؤتمر الحوار الوطني وصولا إلى الانقلاب والمقاومة، برأيك إلى أين تمضي ثورة فبراير وهي تشق الطريق نحو الدولة؟ أصبحت ثورة فبراير واقع لا يستطيع أحد أن يتجاوزها، لأنه هي التي حركت هذه المياه، يعني هي التي نبشت في واقعنا السياسي وواقعنا المؤسساتي وواقع وجود الدولة. وبالتالي لا يجب الآن أن نقيم فبراير بهذه المرحلة على أنها نجحت أو فشلت. يعني هو من الصعب أن نقول أنها فشلت الآن، لكنها أيضا من الصعب أن نقول أنها نجحت نجاح كامل. هي وضعت أولى الأسس في التفكير، على الأقل التفكير نحو بناء دولة مؤسسات، وهذا التفكير هو الذي يجب أن يستخلص فيه عبر الصراعات التي مضت خلال 6 أعوام، يستخلص منه فكرة لجيل سياسي قادم، لجيل أيضا يعني دمرت مقدراته في كل المجالات، يعني في كل القطاعات. يعني هذا الجيل أعتقد أنه سيصل إلى مرحلة أنه لا حل من كل هذه الصراعات إلا بناء يعني الدولة مؤسسة وليس دولة جماعة أو فرد. الفرد لا يخدم، الفرد يخدم يعني فصيله أو جماعته أو أسرته، بينما المؤسسة هي التي تعنى بالشعب وهي التي تعنى بمتطلباته اليومية. وعلى هذا الأساس يجب التفكير بأن الفرد ليس له قيمة في داخل دولة المؤسسات بقدر ما هو مجرد مسمى، بقدر ما هو كرسي دوار يجب أن يتداوله الأكفأ وليس الأقرب. نعم. إذا شكرا جزيلا لك صاحبي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ عبد الغني. أستاذ عبد الغني، يعني كيف يمكن لنا الفصل الدقيق بين السلطة والدولة كإشكالية يمنية عربية إن صح لي القول؟ خاصة والأستاذ غمدان يعني طرح في سياقه يعني أن هناك كان إشكالية حقيقية في مسألة سلطة الفرد، يعني وجوده أيضا على رأس الدولة بهذه يعني العنفوية، وكأن الدولة لابد أن تكون هي من أجل صحيح. الفرد للعكس. صحيح. هو بطبيعة الحال أود أن أعقب على بعض الأشياء، لكن نعم. سأبدأ صدق. بالسؤال حتى نستفيد من الوقت. أولا، السلطة في المخيال الشعبي العادي هي الناس ينظروا إلى السلطة على أنها نظام الحكم أو جهاز الحكم، وهذا غير صحيح. السلطة هي أداة، يعني السلطة هي شكل من أشكال القوة. فإذا كانت القوة تأتي أو تتحقق من خلال التأثير أو القدرة على التأثير على سلوك الآخرين، فإن السلطة هي الحق في أن تفعل ذلك. إذن معنى السلطة ببساطة كما يقول علماء السياسة أنها استخدام الحكومة للقوة بصورة مشروعة، وليست النظام الحكم والحكومة. الحكومة هي التي إحنا نعتقد أنها السلطة، لا، هي الحكومة. وعندما أقول الحكومة بمعنى أنها تبدأ من أول، من أكبر مسؤول إلى أصغر مسؤول، يعني من رئيس الدولة إلى النظام الرئاسي أو رئيس الوزراء إذا كان النظام برلماني. فبالتالي يصبح السؤال ما هو الفصل الدقيق بين الحكومة وبين الدولة؟ الحكومة هي جزء من الدولة. إذن ما هي الدولة؟ الدولة هي اتحاد يشمل جميع المؤسسات التي تكون المجال العام، والحكومة جزء من هذه المؤسسات.
هذه واحدة. الثانية أن الدولة مستمرة، يعني ما حد بيعمل دولة كل 5 سنين كل 4 سنين، بينما الحكومة مؤقتة ومتغيرة تذهب وتأتي. الشيء الثالث أنه قد يوجد دولة، يعني إذا وجدت الدولة لابد أن يكون هناك حكومة، هذا أمر مفروغ منه، شرط أساسي. لكن لا إذا كان هناك حكومة لا يشترط أن يكون هناك دولة. يعني الدولة هي الثابت، المتغير هو الحكومة أو السلطة. يعني كيف يمكن فهم العلاقة اللي بينهم؟ العلاقة اللي بينهم عشان تعرفي إنه الحكومة هي عقل الدولة. نعم، يعني هي الفكرة، يعني كيف يمكن أن نفهم هذا الأمر أو يعني أو نوضحها أكثر حتى يتم مثلا معارضة السلطة مع الاتفاق على الدولة؟ خلينا نعتبرها السلطة يعني الحكومة. الحكومة نعم، ولكن أسمع إجابتك أستاذ عبد الغني بعد الفاصل وأعود إليك. فاصل قصير مشاهدي الكرام وأعود إليك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عبد الغني. طبعا اتفقنا في الفاصل أنه نسميها الحكومة لأن السلطة هي أداة من أدوات الحكومة ويفترض أن تستخدمها كسلطة مشروعة. إذا نوضح هذه النقطة أكثر أستاذ عبد الغني. هي السلطة كما يعرفها علماء السياسة، السلطة هي القوة التي تستخدمها الحكومة بصورة مشروعة، فيجب أن تكون القوة هذه مشروعة، بمعنى لها شرعية، لها سند من القانون وسند من الأخلاق، وهي مشروعة. إذا تجاوزت الحكومة في استخدام السلطة نصبح الآن أمام شيء آخر اسمها السلطوية، وعندئذ يحق للناس أنها تعارض هذه الإجراءات، سواء من خلال مظاهرات أو من خلال انتخابات أو من خلال ثورات. إذا أستاذ عبد الغني كنت أود التعقيب على بعض النقاط التي طرحها الأستاذ غمدان. كنت أريد أن أقول أنه أنا أتفق معه في جل ما ذكره، يعني مهم ان احنا نتكلم عن المؤسسات. انا اتذكر انني كتبت دراسه يعني طويله جدا عن كيف بناء الدوله، الفرص والخبرات، وذكرت انه من الاشياء المهمه ان احنا نعتمد على المؤسساتيه. لكن احب اني اقول ان مجلس شباب الثوره كان دائما يحذر من وجود السلاح، وعملنا كم مؤتمرات صحفيه، عملنا يعني بيانات، عملنا، وكان هناك في اصوات معارضه لوجود الحوثيين. نحن كنا الاكثر وضوحا وكنا نقول انه منازعه الدوله في هذا الموضوع يعني مساله في غايه الخطوره. لك ان تعلمي ان علماء السياسه عندما جاءوا عرفوا الدوله في البدايه قالوا هي جهاز يحتكر القوه، هذا تعريف الدوله، وهذا هو الأصل. فإذا تم يعني إشراك جماعات أخرى خلاص ما سنصل إلى ما وصلنا إليه في النهاية من انقلاب وغيره. الدولة هي التي يعني لو كان سحب السلاح في لحظاته أو اشترط عليهم في الدخول في مؤتمر الحوار ربما ما وصلنا إلى. كنا أيضا في المجلس نؤكد على نقطة مهمة، أحد مبادئنا وهو أول مبدأ الجمهورية، لأن إحنا ندرك أن اليمن لا يمكن أن تنعم بالخير أو بالأمان أو بالاستقرار في انعدام الجمهورية. احنا ما فيش عندنا ناس معينين ممكن احنا ناتي ونقول هؤلاء ابناء الالهه، يعني ابناء الالهه انقرضوا مع الالهه. طيب استاذ عبد الغني، يعني ما مدى تجاوب السلطه انذاك ويعني الجهات التي كنتم تزورون لها بياناتكم ورفضكم؟ يعني البعض كان يقول يعني يستبعد هذا الخيار. بعض من كانوا في الحكومه كانوا يقولون ان الامور كلها تحت السيطره. كانوا ساذجين جدا إن لم نكن أغبياء يعني. طيب برأيك ماذا عن غياب التفكير المؤسسي داخل مؤسسات الدولة وإشكالية؟ ربما يكونوا متواطئين، أنا شعرفني. ماذا قلت يا سؤال؟ أنت يعني واقف عند النقطة السابقة، غياب التفكير المؤسسي داخل مؤسسات الدولة والإشكالية التي تدور حولها. بطبيعة الحال إحنا عشان ليس لدينا إرث كبير في المؤسساتية في الدولة. الدولة هي عبارة عن ماذا؟ هي اتحاد يشمل مؤسسات وتنتظم وفق قانون، وفق صلاحيات محددة لكل مؤسسة، وهي مؤسسات على فكرة مؤسسات دائمة. بمعنى احنا مش هنقدر نعمل جيش كل 4 سنين نقول له روح نفعل جيش ثاني، يتغير شرطة مش عارف ايش، القضاء يمشي رجع، لا هي مؤسسات دائمة. لكن هذه المؤسسات هي اللي بتسير الدولة. الذي حصل انه دائما في اشخاص تاتي لهم فرص، يعني في غيبه الشعب، في عدم وعي، عدم فهم، ياتي شخص يقول انا الدوله والدوله انا، مثل الويس الرابع عشر. بس الويس الرابع عشر على فكره عمل دوله عظيمه، يعني
لكن هؤلاء لا يعني لا قلدوا لويس الرابع عشر ولا حاجة. هؤلاء يجي يقولوا نحن الدولة، نحن المؤسسات. يعني أنت تعرفين إنه يعني كان مثلا علي عبد الله صالح كان رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس القوات المسلحة ورئيس الجمهورية ورئيس الأحزاب ورئيس اتحاد كرة القدم مثلا. يعني أقصد إنه يعني المسائل بهذا الشكل كانت تجري. يعني حتى فريقنا مثلا لو فاز في مباراة، وهذا يحدث نادرا، يعني منتخبنا الوطني كرة القدم كان يقولوا انه علي عبد الله صالح هو الذي. اسمح لنا ان تنضم معنا ايضا الاستاذة لطيفة علي الناشطة الحقوقية عبر الهاتف من نيويورك. مساء الخير استاذة لطيفة. مساء الخير عليكم. اهلا اهلا بك استاذة لطيفة. بطبيعة الحال يعني اي ثورة يعني تقوم لابد من عوائق تواجهها، برأيك ما هي العوائق أو العراقيل الداخلية التي وقفت في فبراير للتحول من اللادولة إلى الدولة؟ طبعا في المشهد السياسي الحالي، وبالنسبة لتحديدا فيما يخص ثورة فبراير التي قام بها الشباب اليمني امتداد للثورة العربية والمد العربي، نقول أنه بين حرب اليمنيين المدعومة بالتحالف العربي ضد الحوثيين واستيلاء الحوثيين على السلطة بالقوة، ما زال أسباب الصراع مفتوحة، ويبقى اليمنيون بين مطالب ثورة لم تنجز وقوى سياسية في غالبيتها فاسدة، ويبدو لأن هذا هو السبب الأساسي. نعم تسمعيني أستاذة لطيفة؟ فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل بك مرة أخرى. نعود إليك أستاذ عبد الغني. أستاذ عبد الغني، يعني ونحن نتحدث أيضا عن هذه المؤسسات التي ربما أو التفكير المؤسسي الذي كان معدوم يعني للأسف غير الشديد. موجود. أي طبعا هذه من سمات الدول الفاشلة، يعني الدول الفاشلة لا يوجد فيها مؤسسات. على فأنا أقول لك على حاجة، لو إني في شخص دعا مثلا في الولايات المتحدة أو في ألمانيا أو فرنسا الجماهير للخروج لإسقاط النظام، سيخرج لي يمكن 20-30 شخص يعانون مثلا من يعني مرض معوي أو مشكلة نفسية أو شيء يعني، لكن لين يخرجوا الناس، لأن الناس مستوعبين ضمن المؤسسات، ضمن مؤسسات الدولة يعني، فلن يخرجوا الناس. الناس تخرج عندما لا يكون لديك مؤسسات ببساطة شديدة. ماذا يفعل الدكتاتور الغبي هذا؟ الدكتاتور هذا يحرمنا من المؤسسات، يعتقد أنه الآن يحصل على كل المزايا وهو الشخص الجيد ويحصل على كل شيء. في لحظة من اللحظات الشعب لا يوجد مؤسسات تستوعبه، فيخرج إلى الشارع ويسقط ببساطة شديدة. فالدكتاتور أنا هو غبي أحمق، الدكتاتور هو أحمق، شخص أحمق يعني لأنه ربما تفكيره دائر فقط حول نفسه، يعني أيوة لا يوجد أكثر منه، لأنه لا يتم، لا يوجد مؤسسات تستوعب الناس، فبالتالي الناس تواجه الدكتاتور في النهاية. إذا عادت إلينا لطيفة علي الناشطة الحقوقية من نيويورك. مساء الخير مرة أخرى أستاذة لطيفة. كنت تحدثين عن العراقيل الداخلية التي واجهت ثورة فبراير، تفضلي. نعم كما قلت، هناك طبعا عامل خارجي ربما نعوده فيما بعد، لكن العامل الداخلي الذي هو من البدايات كان في عدم اسقاط رأس النظام، في اسقاط رأس النظام وعدم اسقاط النظام بكل برمته. النظام السياسي لم يسقط، بدليل ان الثقافه الذي تشبع بها او تجذرت وتكرست خلال الثلاث العقود السابقه لحكم الرئيس السابق عبد الله صالح ما زالت موجوده ومهيمنه على المشهد اليمني، بدايه من احزاب اللقاء المشترك وتوقيعهم على المبادره الخليجيه التي اجهضت الفعل الثوري للشباب ودخلت في تسويات ليست في صالح العمل الثوري الذي قدم التضحيات من اجله الشباب. تدالى المشهد واستمر حتى اللحظة، منذ 6 سنوات وحتى اللحظة الأحزاب السياسية والمكونات المدنية أصبحت عائق أمام استمرار الثورة ونجاح الثورة. نعم. الأحزاب السياسية ما زالت تمارس نفس النهج السابق، أفرغت الثورة من مضمونها، مسار الثورة حتى نعم أسمعك. يعني مسار الأزمة الحقيقية في اليمن ليس فقط انحراف مسار الثورة وحسب الالتفاف عليها ومطالبها، يعني من كما قلنا من تغيير رأس النظام فقط، وإنما المكونات هذه المدنية والسياسية والشباب أنفسهم الذين لم ينخرطوا في تنظيم أنفسهم في إطار رسمية،
هذا كله أدى إلى ما نحن فيه الآن من فشل الثورة، ولن أقول بمعنى الفشل ولكن تعثر المسار الثوري الموجود. إذا يعني الخليجية. نعم، هذه الداخلية كنت تودين الحديث أيضا عن بطبيعة الحال هناك عراقيل خارجية، يعني هناك من يقول أنه إذا أردنا فعلا التحول الديمقراطي لابد يعني من عدة نقاط، هناك يعني مجتمع دولي، هناك مجتمع إقليمي، هناك يعني أكثر من جهة كان لابد من الوقوف مع هذه الثورة، تحدثين عن ذلك. بالضبط، الآن معنا تحالف عربي من 13 دولة تحكمه عقلية فقيرة ومخيلة فقيرة لتحولات العالم السياسية. عقلية المعارك أو كانها تدار في معارك، عقلية معارك صحراء. المنارة هو مثلا في من الأحداث بالنسبة للأمس واليوم في عدن وفي تعز، معارك الأباتشي التي تدار بدون قرار سياسي موحد. القرار السياسي لدول التحالف مشتت ومشتت وغير موحد. الأصل في هذا التحالف أنه أتى لاستئصال الحرب الذي هي واستئصال ميليشيا ذراع إيران في اليمن، لكن القرار السياسي للتحالف العربي في اليمن يعني كأنه يخضع لأجندة ضيقة ومشاريع ضيقة قائمة على تهاتر أو التنازع ما بين دول التحالف. هناك دولة في التحالف العربي تعبث ببقاء اليمن مستقر وقوي عبر مثلا دعم جماعات متشددة داخلية، وبالمناسبة أن هذه الجماعات المتشددة هي تناقض جوهر هذه الدولة الذي في دول الخليج العربي. نعم. على الجهة الأخرى مثلا كانت التحالف الممثلة في السعودية يبدو أنها تخضع لابتزاز جميع الأطراف، سواء الدولية ممثلة مثلا بالقيادة الولايات المتحدة التي كانت تخضع لرئيس الرئيس ضعيف كان يعني هدفه احتواء الأزمات العالم لا معالجة جذور المشكلة. إذا يعني نحن أمام مشهد يبقي أسباب الصراع مفتوحة. وقبل مثلا انه لهذا نقول ان مثلا دور المجتمع الدولي ايضا ممثلا مثلا بهيئه الامم المتحده والتي فقدت عامل او مثلت عامل عجز في نصره شعوب المنطقه وثوراتها، نعم كان يمكن مثلا اليمن ان تتجاوز محنه الانتقال من الثوره الى الدوله عبر انفاذ القرارات الدوليه الذي ضد الانقلاب، لكن ذلك لم يحدث. إذن نعم إذن شكرا جزيلا لك يا الناشطة السياسية لطيفة علي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ عبد الغني. أستاذ عبد الغني، لو أردنا أن نتحدث عن يعني هذه العراقيل، ربما تحدثنا نحن داخليا ولكن خارجيا التنسيقات مع المجتمع الدولي المجتمع الإقليمي، هذه يعني الدائرة التي كان لابد أن ربما تقف مع ثورة ولكنها في كثير من اللحظات خذلتها. صحيح، لأنه في تواطؤ. نعم. يعني في المجتمع الغربي مثلا، المجتمع المدني مثلا الغربي هو مع الثورات من المؤكد، لكن المجتمع السياسي يخاف ان الشعوب العربيه تمتلك قرارها، عنده مشكله يعني هو. نعم. يريد شخص موثوق منه يعني يمرر مصالحه عبره. عندنا مشكله، هل نستطيع ان نبني مسارا ديمقراطيا وتحولا ديمقراطيا ناجحا ولدينا اقليم يرفض ذلك؟ هذه مشكله. طبعا الدراسات بتقول انه يصعب علينا ان احنا ننجح في هذا المسار ولدينا اقليم يرفض، خاصه عندنا مشكله في داخليه. يعني عموما دول التحالف انا دائما اشبهها بالاحزاب لقاء المشترك، يعني نفس المشكله. يعني اللقاء المشترك هو كان مشترك فعلا، مشترك على اكثر من جهه يعني وله اكثر من راس، وبالتالي هذه مشكله يعني كبيره. لكن على كل حال مسار الدولة في اليمن لابد أن يمضي، هذه مصلحة الإقليم ومصلحة العالم، ما لم فإن العالم سيدفع ثمن مضاعف وهذا الإقليم سيدفع ثمن أكبر، لأنه الآن إذا فشل هذا المسار فإن المشروع الإيراني ومشروع الجماعات الإرهابية في اليمن سيتطور. إيران الآن تريد بلد يحترق، تريد أكثر من بلد يحترق، لأنه حتى تحمي نفسها من الولايات المتحدة الأمريكية. هكذا فعلوا في العراق، أحرقوا العراق من أجل أنه الأمريكيين يهتموا بالعراق ويتركوها، وهي اليوم أمام هذا ترامب المجنون مستعدين أنهم يحرقوا أكثر من بلد، واليمن على قائمة هذه الدول التي يفكرون في إحراقها. فهل يدرك الإقليم وبالذات المملكة العربية السعودية والإمارات هذا المعنى؟ أم أنهم سيأخذون الأمور ببساطة كالعقلية العربية، يعني أنه الأمور يعني بسيطة. بعد عاصفة الحزم وما تلاها من عمليات، يعني تتوقع أنه
يعني لم تأتي إلا بعد إدراك لما يحيط بها. ممكن، لكن أنا دائما العقلية العربية عقلية يعني تمل بسرعة يعني، وتتخذ قرارات متسرعة أحيانا، وليس لديها النفس الطويل، ولا تدرك تعقيدات المشهد. يعني تخيلي هم يريدون انتصار وفق مقياس معين، يعني كأننا نبحث عن ملكان أو ملكة جمال أو شيء. يعني هم مثلا يريدون أن يتعاملوا مع الجميع دون مثلا حزب فاعل في الساحة لديه جماهيرية كبيرة، شئنا أم أبينا هو حزب كبير، يعني ماذا نفعل يعني مثلا، يعني ماذا نصنع يعني هذا الموجود في البلد يعني. وبالتالي أنا لا أطلب إقصاء ولا أتمنى إقصاء أي طرف سياسي في النهاية. حتى الحوثيين مشكلتنا معهم أنهم يملكون السلاح، يعني أمام يتصورون أنهم أفضل الناس وأن لديهم أشياء من هذا القبيل، عادي يعني مش مشكلة. يعني حتى لو وجدوا في اليمن أشخاص يعبدون مثلا شيء آخر، يعني في الأخير نحن لا نريد أن نتدخل في هذه الأشياء، لكن من المهم أنه أي جماعة لا تملك السلاح، لا تملك فرض سيطرتها على أي مكان، تحترم القانون، تلتزم بأوامر الدولة، هذه الأمور يعني مهمة وحاسمة. عدا ذلك أن تفكر في شيء، أن تعتنق شيء، أن تلبس اللبس الذي تريد، أن تأكل الأكل يعني الذي مشكلة تخصك يعني طبيعي. طيب يعني برأيك أستاذ عبد الغني، كيف يمكن للشباب أن يكونوا مؤهلين لمشروع الدولة القادم؟ هم مؤهلين، أنا أقول لك بصراحة هم مؤهلين، لأنهم يملكون معرفة أكثر، يتواصلون مع العالم بشكل أكبر، يقرؤون بشكل أكبر، يعني لديهم تخصصات في جميع، لديهم انفتاح على الآخر، ليسوا مؤدلجين مثل الجيل القديم، يؤمنون دائما بأنه نحن جزء من العالم، لأنه بعض الناس ينقصهم ربما التنظيم. أستاذ طبعا التنظيم مهم، لأنه التنظيم يغلب التيار، ولذلك يعني هذه على الماشي، يعني مثلا الجماعة المنظمة تهزم التيارات الكبيرة، فهم ينقصهم التنظيم. هذه السيمة الشبيه. أهم الأشياء التي يجب أن تنتج عن فبراير ولم تحصل لحد الآن، وهي مسألة حاسمة، أنه وجود تنظيم يعبر عنها، بمعنى تنظيم يدخل إلى السياسة من بابه الواسع. أرجو أن يكون هذا الأمر هو الذي يبادر إليه الشباب في المستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الغني الماوري، أمين عام مجلس شباب الثورة، كنت معنا في هذه الحلقة المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.